حبايب قلبي، الناس اللي بتحب الرسم 3 دي طبعا ده فنان جامد قوي. الرسمه دي عجبتني فقررت اشاركها معاكم. يعني واحد بيرسم بخطوط بسيطه خالص ولكن بيديك في الاخر بعد. عشان كده دايما اقول لك ان اتجاهات الخطوط في الرسمه بتاعتك بتفرق جدا في التجسيم بتاع الرسمه. يعني اوعى وانت بترسم تستهون باتجاه الخط بتاعك عشان تدي اي بعد انت عايزه في الرسمه، سواء بتظلل بقى شكل هندسي او بتظلل رسمه 3 دي زي ما الفنان ده شغال. ركز في الرسمه وتعلم وحاول تنفذها. رسمه سهله جدا وبسيطه، وتعتمد بس على اتجاهات الخطوط بتاعتك، وما تنساش تدريج الرصاص بالشكل ده عشان تطلع معاك الرسمه مجسمه زي الفيديو بالظبط. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عجبتكم الافكار دي قولوا لي عشان انزل لكم كتير منها جدا في القناه عشان تقدروا تتعلموا منها وتبقوا محترفين في الرسمه.